انا هنا اتكلم براحتي، فمصر ممكن يسجنوني. بتقول لهم ان الحاجات اللي كانت بتقولها بحسن نيه وبطلاقه وبتلقائيه وبهزار ومش عارف ايه وبتاع كانت بتجيب لها المشاكل وكانت بتجيب لها البلاغات ومش عارف كذا، فقال ايه هنا تقدر تهزر براحتها. وانا بناشد السيد الرئيس جمهوريه مصر العربيه اللي هو ابونا كلنا، عايز اقول له ان انا في مؤامره وان انا ضدي ان انا بستنجد بيك. وانتوا عارفين قد ايه انا بحب، انا اسفه بس انا مش معقوله يتشدد وطنيتي. أنا هنا أتكلم براحتي، فمصر ممكن يسجنوني.